والله التصميم ولا أروع يا خوتنا، ما شاء الله. أنا صراحة اللي أول مرة نسمع بهذه السيارات أنها مغربية 100%. أنتم أيضا كتبوا لنا أسئلة في التعليقات إذا تعرفوها ولا لا، قولوا لنا إذا صابا أي مشات في السوق المغربية هذه السيارات، تشوفوها يعني في الشوارع ولا آخره ولا لا. كتبوا لنا أسئلة في التعليقات خوتنا، نورونا نورونا. سيارة نيو المغربية صناعة بأيادي مغربية 100%. نعم يا سيدي ويا سيدتي المشاهدة، أول مرة أنا نسمع بهذه المعلومة، حبيت نشاركها معكم. تلقاو رابط هذا الأخ في الفيديو، أسفل في الديسكريبشن في صندوق الوصف. دعنا نكتشف سيارة نيو المغربية صنعت بأيادي مغربية 100% من أ للزد. بسم الله وعلى بركة الله. الوليدات ديال اللي مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم غادي نديروه فيديو سبيسيال، غادي نمشيو نشوفو نيو، شركه مغربيه مختصه في بيع السيارات 100% مغربيه. ايها الاخوان 100% مغربي، شوفوا معايا الفيديو هذا ونكملوا ان شاء الله. واليوم يترأس جلالة الملك حفظه الله حفل تقديم نموذج سياره اول مصنع مغربي، شركه نيو موتورز 60%. وينتظر أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم. كيف شفتوا معايا الإخوان الفيديو؟ طوموبيلة 100% مغربية، سيارة مغربية. أي يا الإخوان، هذا هو المغرب، والمغرب قاد بها وقاد بشغله. اليوم إن شاء الله غادي نمشي ونديروا جولة ونكتشفوا سيارة نيو، وتكتشفوها معايا وتعرفوا على من الداخل وتشوفوا الأنواع ديال السيارات اللي كاينين في شركة نيو موتورز. يلا لا فهمي ديال الاخوان ديال غادي ندور الفيديو ديالنا وتكتشفوا معنا نيو 100% مغربيه. غادي تشوفوا معنا ان شاء الله كل شيء بالتفاصيل وتعرفوا على السيارات المغربيه وتكتشفوها معنا. بالنسبه غادي نشوفوا الصديق غادي يعطينا التفاصيل والمعلومات الكافيه على الطوموبيل، وبغيتكم تعرفوا على البلاصه هذه وكيف كتشوفوا معي الاخوان. ايوا معايا. صراحه التصميم لحد الان ولا اروع، الاناقه يا خوتنا، بسم الله ما شاء الله عليها. نشارك معكم التفاصيل كاملة وتعرفوا على نيو كبير الإخوان ديالي، وكنحاول نشارك معكم التفاصيل كاملة الإخوان. كما نشوفوا في الداخل بسم الله ما شاء الله عليها الإخوان، شوفوا معايا الطوموبيلات البيضاء هذه، هي عجبتني الصراحة. أنا ألوان مختلفة، الشكل ديالهم واعرين بزاف، ومادام انني جيت خصني نشارك معكم بالتفاصيل كامله وتشوفوا يعني الشركه ديال نيو، وباش تعرفوا انكم الا بغيتوا تاخذوا السياره ديال المغرب صنع 100% مغربي، يمكن لكم تدخلوا هذا الفيديو هذا وتشوفوا جميع المعلومات الاخوان ديالي. واو كما تشوفوا التصميم حتى من الداخل ما شاء الله عليها، صالون كوير. لا فامي ديالي غادي نمشيو ونديروا واحد جوله في السياره نيو ماروكان مع خويا نسيم، بقوا معايا ان شاء الله. بسم الله بسم الله. اول مره غادي اركب فيها. بسم الله. انا اظن في الرباط. انا الكار ديال نيو فين جات بالضبط؟ حدا مرجان. راه شاركت معكم بالضبط البلاصه ديالها، وبغيت نشارك معكم انني اول مره غادي اركب فيها واول مره غادي تشوفوها معايا ان شاء الله في قناه مروان فلوق. مرحبا بكم يا خويا قناه مروان فلوق. الله يحفظك الحبيب، الله يسهل عليك. الله لا على الطرقات والمساحة الخضراء. CarPlay de série, vitre électrique, fermeture centralisée, clim de série. Là, là on est en train de rouler en cabriolet. Je sais qu'il y a très bien le rire qui est bien. Ça. Là, là, mais il dérange que je suis. اكد لي على الطبيعة يا خوتنا. هنا الدنيا خضراء والطرقات ما شاء الله. أنا إنسان تاع خلوي يا خوتنا، نحب الخلوي. الطبيعة في لابي. هنا لهنا تبارك الله. التصوت ديالها ما كيتسمعش بزاف. سا سي لانجينيوري ديال زي لو سيلونسيو. سيارة بأيدي مغربية 100% من أرض الزاد. هذا السيارة افتخر يا مغربي، صنع بأيدي مغربية 100%. صراحة الواحد يفتخر
كيف كتشوفوا معنا الاخوان على المقر ديال نيو هو هذا الاخوان ديالي فين كنا الراي ديال المغرب. لا صراحه لاول مره نسمع بهذا العلامه بالمركبات يعني السيارات انها مغربيه 100%. انتم ايضا كتبوا لنا اسئله في التعليقات اذا تعرفوها ولا لا، قولوا لنا اذا صابا اي مشات في السوق المغربيه هذه السيارات تشوفوها يعني في الشوارع ولا اخره ولا لا، قولوا لنا اسئله في التعليقات خوتنا، نورونا نورونا يا حبايبنا. طبيعه الحال 100% مغربيه، راك تحس بالافتخار اصاحبي. قال له تحس بالافتخار لانها من صنع مغربي 100% صراحه، وراك راكب فيها وتسوق فيها ما شاء الله عليها يا خوتنا. نتمنى لهم التوفيق والنجاح لشركه محليه يعني. دونك موتوريزاسيون 16 لو موتور ديال 208 بي اس ا اللي كيتصنع هنا في المغرب في قنيطره 16 دونك 4 سيلاند لا بويسونس فيسكال 9 شوفو لا بويسونس ماكسيمال 115 شوفو بالنسبه لا كاروسري اون فيبر دو فير. Donc il est dur. بالنسبة للطابلو دو بور عندكم لو شوا ان يكون اون تيسو ولا اون كوير. لي اوبسيون كاين ليكران تاكتيل لي يو اس بي سميتو لا كليم بوطا فيتاس مانويل 5 رابور فوالا فيها حتى السينكيميك 5 رابور 5 l'arrière, hardtop démontable pour les pique-niques, les week-ends, une petite frise de la cabriolet, donc sans hardtop. Ah, c'est même voilà, arba ya khawtna, ma sha Allah. C'est les jantes, 15. Aluminium, aluminium. Ou le moteur d'Irha? 1-6. Bon. نعم رائع. خو زكريا توفر بالوان اليوم ان شاء الله الاخوان شاركت معكم نيو مروكو، شفتوها معايا وعشتوا معايا الاجواء ديالها وشفتوا معايا الركبه فيها كيف دايره. إذا بالنسبة للناس اللي جربوا هذه السيارة المغربية، خوتنا المغاربة اللي جربوها وشراوها واقتنوا هذه السيارة، اكتبوا لنا آرائهم أسفل في التعليقات حول هذه السيارة، صنع مغربي 100% اللي يفتخروا بها المغاربة صراحة. بسم الله ما شاء الله عليها، تصميم رائع ولا أروع. مشكور جزيل الشكر هذا الأخ مروان فلوق على مشاركته معنا هذه المعلومة اللي ما كانتش ما كنتش على بالي بها أنا كجزائري. صراحة بسم الله ما شاء الله عليها، نتمنى التوفيق والنجاح لهذه الشركة المغربية بأيدي مغربية، ولازم تدعموا المنتوج المحلي كمغاربة، يدعموا هذا المنتوج المحلي بلك مستقبلا يتم تصديرها إلى بلدان أخرى خارج المغرب. إذا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق لخوتنا وخواتاتنا من المملكة المغربية. إذا شعارنا الدائم الأبدي خلونا نعيش في سلام ووئام الجزائر والمغرب. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو آخر، السلام عليكم.